جاهزين بقى ومعانا كوارنا وكل واحده عارفه هتعمل ايه ومقلعين استاذ كريم النضاره وربنا يستر وان شاء الله خير. اهم حاجه يا اولاد لما الكوره تمشي تجيبوها من بعيد اوكي لما تطير يعني. يلا جاهزين؟ يلا يلا واحد اضربي على طول. الله حلو قوي الكلام ده واحد هات الكوره. الله حلو جدا هات الكوره. يلا اتنين يا ماما اتنين على طول اضرب ما يهمكش. فين اتنين هنا؟ اتنين. الله 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 مش هتخش يعني مش هتخش. ثانية واحدة معلش جولنا خفيف شوية. ماشي يلا تلاتة. الله يا فندم الله يا فندم حلو قوي الكلام ده. تلاتة ايه بقى؟ ايه دي يعني ليه عملتينه كده؟ هجيبها لك في العارضة. أربعة تلاتة بس. الله واحد صفر الفريق الأصفر. يلا أربعة أربعة يا ابني يا ابني يلا أربعة. مش هتخش يعني مش هتخش. برافو أنا عاجبني جدا الفدائية اللي هو فيه. خمسة. الله 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 2-0 لصالح الفريق الأصفر. خمسة عايزين كورة. ماشي ستة. الله كورة جات لك اهي. يلا ستة يا ماما. الله حلو جدا. يلا يا مامي بسرعة. سبعة. يلا يا كريم. الله الله برافو والله العظيم قلعت النضاره بس ايه؟ سبعه انا بطل جامد طبعا. سبعه يلا ثمانيه. الله ماشي ثمانيه بسرعه يا بيبو. ثمانيه عند شريان. يلا يا شريان اي عندك كورتين. ثمانيه حلوه قوي. تسعه يلا يا ولد حلوه قوي قوي عاجبني قوي الهدات بتاعت حضرتك. تسعه ما جاتش. 10 اخر كورة. الله يلا يا شيري. ما جاتش برضه. 2-0 صالح الفريق الاصفر. لا لا مجهود خرافي من الاستاذ كريم الحقيقة. وتعالوا نشوف هنعمل ايه والتحدي اللي بعده ايه. يلا بينا على طول.